يلا وعلو الزغاريد على موافقة أمانة الدراسات العليا تم تشكيل لجنة الحكم على أطروح الطالبة نائب عمر علي حسونة لنيل درجة الماجستير في كلية التربية قسم المناهج وطرق التدريس تخصص المناهج وطرق تدريس العلوم وعنوان رسالته فاعلية ومقاومة من الأناشيد التعليمية في تدريس العلوم بتنمية مهارات التواصل العلمي والتفكير السمعي لدى تلميذات الصف الثالث الأساسي في محافظة غزة وبعد المداولة. أوصت اللجنة بمنح الطالبة درجة الماجستير في كلية التربية قسم المناهج وطرق التدريس تخصص مناهج وطرق التدريس إذ تمنحها هذه الدرجة فإنها توصيها بتقوى الله ولزوم طاعته وأن تسخر هذا العمل في خدمة الدين والوطن والله ولي التوفيق. وإن شاء الله بتعم الأفراح والكل بيبقى مرتاح وما في فرحة بالدنيا مثل الفرحة بالنجاح ونجحنا وفرحوا أهلينا وكل الناس تهنينا ويلا معنا وشد الكف ولا نغاني ادينا هاي الليلة ليلتنا وهاي الفرحة فرحتنا بدنا نرقص ونغني ولا شي رح بيسكتنا هاي الليلة ليلتنا يا هاي الفرحة رح تنام بدنا نرقص ونغني ولا شي رح بيسكتنا والليلة بتكمل فرحتنا وخلصنا دراستنا كل الناس اللي حبتنا قالت لنا ألف مبروك بعد دراسة وتعب وهمة نجحنا نحنا يا عمي والليلة رح تحلى اللمة وتقولوا ألف مبروك ومبروك وألف مبروك ويا نجحي ألف مبروك ومبروك وألف مبروك ويا نجحي ألف مبروك ومبروك وألف هو علو صوت الزقف يعلو وما حدا يبقى بمحلو وطلوا الحبايب هيطلوا وتيقولوا ألف مبروك ويلا نطوا يلا جنوا ويا نجحين اليوم تهنوا وكل العالم إلكم غنوا وقالوا ألف مبروك.